إيمان، هل لك أن تنقلي لنا اتجاهات الناخب في الداخل الفلسطيني؟ هل ستذهب إلى القائمة المشتركة أم للحركة الإسلامية التي تحالفت مع نتنياهو؟ نعم، أولا حتى الآن بلغت نسبة التصويت العام في البلاد تقريبا 42%. نسبة التصويت لدى المواطنين العرب هي أقل من ذلك بكثير، ربما لم تصل إلى الآن إلى 40%. وذكرنا هذه الأسباب خاصة الاستياء من انقسام الأحزاب العربية إلى القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وهي الحركة الإسلامية. معي هنا ضيفي السيد أيمن عودي رئيس القائمة المشتركة، سنتحدث معه عن هذه الأمور. أهلا بك سيد أيمن. أهلا إيمان وجميع الأهل المشاهدين. ماذا يمكن أن تفعلون الآن خلال هذه الساعات المتبقية حتى إغلاق صناديق الاقتراع؟ نحن شعب حميمي عاطفي، إضافة إلى انتمائه إلى وعيه. هذا الأمر يتطلب منا أنه نطلب من الناس بكل قوة أن يخرجوا. عادة جماهير كبيرة تخرج بساعات الليل، نحن لا نريد الانتظار حتى الساعة 8 والتاسعة والنصف، نريد أبكر ما يمكن أيضا، لأن هذا يريحنا بدلا من أن ندعو كل الناس دائما، ساعتها بصير عارفين من ما أجاش وهذا بيهون علينا. ولكن الأمر الأساسي المطلوب الآن أنه نفهم تماما أنه هاي الانتخابات هي لإضعافنا. الدولة العميقة واليمين ما قبلش يكون 15 وأقوياء، فكوا الوحدة، عم بفككوا مجتمعنا، وأيضا أبناء شعبنا بيعرفوا إنه المعركة موجودة بين 60 عضو و60 عضو، يعني إذا منصوتش بيطلع بين كبير وسموتش وبينت وأيد شكيت بحكومة لنتنياهو 4 سنين. تعرف شو إيمان؟ مرات إحنا بنغضب فيش عنا إيش نعمل، هاي المرة إحنا بنغضب بس عنا إيش نعمل، أمامنا 4 ساعات، إذا بنتصرف صح بننجز اللي بدنا إياه، يعني غضبانين عنا إيش نعمل، ما دام عنا إيش نعمل فلنفعلها. أيمن، مهما كانت النتائج من الواضح بأن تأثير التمثيل العربي هذه المرة سيكون أقل من المرة السابقة، هل توافق على هذا التقدير وماذا بالإمكان فعله؟ وافق على العدد، معك حق بالنسبة للعدد، أما بالنسبة لموضوع التأثير فهذا موضوع آخر. يعني مثلا بسنوات التسعينيات كان عددنا 5 وأسندنا حكومة رابين من أجل مفاوضات مع منظمة التحرير، كنا 5 فقط. موضوع التأثير مرتبط أيضا بالخارطة السياسية، يعني ممكن تكوني 5 وعندك تأثير أكثر من 20، ولكن في الشك أنه مبدئيا كل ما كنت أعلى كان إمكانيتي تأثير أكثر، وهذا ما نسعى إليه الآن. هل تعتقد بأن نسبة التصويت المنخفضة نسبيا هذه المرة لها علاقة بالاستياء من خروج الموحدة من القائمة المشتركة؟ هل هو نوع من العقاب أم استياء من نهج القائمة الموحدة؟ لا شك انه يعني الناس اللي اعطونا 15 مقعد بيقولوا لنا خلال سنه ما حافظتوش على كل هاي الوحده، ففي غضب وفي سنه كورونا وياس ووضع اقتصادي صعب وعده امور، وايضا المعركه هذه المره ليست كالسابق، يعني كانت بين المركز يسار حتى العرب وبين اليمين، الان تبدو بين اليمين واليمين، يعني هذا ايضا معطى اضافي. ولكن انا بقول لابناء شعبنا اذا واحد اضطر انه يقطع له ايد بيقطعش ايده الثاني، اذا يعني احنا من وين بنتحرك بس بظروف مثاليه؟ يعني سنه 48 50 55 60 حكم العسكري الغيري تحركنا فقط بظروف مثاليه، يعني بس اذا موحدين والظروف مثاليه بنطلع، اذا في اشكاليه بنقرر ما نطلعش، هذا لا يليق بشعبنا، شعبنا واعي، شعبنا لازم يطلع بكل قوه الان. هذه المرة دخلت الأحزاب الصهيونية إلى الساحة العربية وحاولت، كان هنالك سباق على اجتذاب الناخب العربي، هل تعتقد بأن هذا الأمر سيستمر في معارك انتخابية قادمة؟ واضح أن وجود القائمة المشتركة بكل هذا الزخم كنس الأحزاب الصهيونية من بلادنا، هذا واضح. واضح أنه تفكيك القائمة المشتركة مع وضع اقتصادي صعب للناس جراء الكورونا، إذا الفتنة اضطرمت في البلاد ورمت النجاة فكن إمعة، إذا بصير في فتنة كل واحد بصير إمعة، معك معك ومعك معك. لهذا واضح أنه الوضع الاقتصادي جراء الكورونا مع تفكيك المشتركة ترك مساحات تدخل بها الأحزاب الصهيونية. عندما نكون متماسكين مع رؤية واضحة هذا يكنس الأحزاب الصهيونية. شكرا لك سيد أيمن عودي. نعم، بالعودة إليكم. إذن العامل الأهم في هذه الساعات المتبقية هو نسبة التصويت. في الساعة 10 ستغلق صناديق الاقتراع ونرى نتائج العينات الأولى.